السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج ہم پڑھیں گے سورۃ الفجر کا دوسرا سبق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر آ، لام میم زبر لام، علم تا زبر تا، را زبر را، علم تر، کاف یا زبر کی، فا زبر فا، علم تر کیف، فا زبر فا، عین زبر عا، لام زبر لا، فعال، ربا زبر رب، با پشبو، كاف زبر كا، ربوكا، با زر بي، عين الف زبر عا، دال دو زر دين، بعاد، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، وقف كيال أدمي، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، همزة زر إي، را زبر را، ميم زر ما، إيراما، ذال ألي زبر ذا، تالام زر تيل، ذا تيل، عين زر عي، ميم ألي زر ما، دال زر دي، ذات العماد، إرم ذات العماد، وقف كي ردمي، إرم ذات العماد. اگر هم يهان وقف نهي کریں گے تو ذات العماد التي پڑا جائے گا، اگر يهان هم وقف کریں گے تو پھر اس طرح پڑا جائے گا، ذات العماد التي. یہ الف کے بعد جب بھی لام آئے گا تو یہ الف کے اوپر زبر لگا کے حمزہ لام زبر اللام زبر لا بن جائے گا. حمزہ لام زبر اللام زبر لا، تا یا زیر تی، التي، لام میم زبر لام، التي لم، یا خاپش یوخ، لام قاف زبر لاقو، یوخ لاقو، میم سا دے مث، لام پش لو، حالی زبر ها، مث لو ها، فا لام زر فیل، با زر بی، لام علیف زبر لا، دال زر دی، فیل بلاد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وقف كيالت مي، التي لم يخلق مثلها في البلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، صدق الله العظيم. کل سے ہم انشاءاللہ سورة الفجر کا تیسرا سبق پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.